هذا العام احتفل العالم باليوم العالمي للمرأة تحت شعار المساواة بين الجنسين، اليوم من أجل غد مستدام. بحسب الأمم المتحدة فإن النساء والفتيات من أوائل من يتبنى التقنيات الزراعية الجديدة وأول المستجيبين عند وقوع الكوارث، وهن صناع القرار المهمين في المنزل، وذلك بشأن الطاقة وحتى بشأن النفايات. لذا لا يمكن أن يكون العمل المناخي ناجحا أو مستداما إذا لم يشمل النساء. اليوم سنتعرف على دور المرأة في مجال التغير المناخي، وستكون معنا الناشطة البيئية هلا مراد. لكن كما تعودنا في البداية سنستمع إلى رأيكم بشأن أدوارنا جميعا في الحفاظ على البيئة. لنستمع. السيارات بتكون صيانتها تعبانة، يعني الموتور تبعها بيكون تعبان، فهذا كله بحسن في البيئة والمجتمع يكون متكاتف مع بعض. أطلع من بيتي معي نفايات أحطهم في مكان محل النفايات، ما أرمي في الشارع، ما نرمي شيء بالشوارع، ما تكون سيارتي خربانة بتدخن وخليها خربانة عم بتدخن. خلينا نقول إحنا أنا باكل مثلا شوكولاتة أو بوزة أو أي شيء اللي معاي فيه وتكون طبعا نفايات حاوية بقدر أحطها فيها. إذا نرحب بها هلا مراد ناشطة بيئية، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح الخير يا تكلا. في ملاحظة أنه النساء عادة هم الناشطات في البيئة بشكل عام، يعني بتحسي أنه هل برأيك المرأة لها علاقة خاصة مع موضوع البيئة ودور خاص فعليا؟ لنتحدث بداية أنه هنالك نشطاء رجال حتى لا يزعلوا منا، يعني والأردن تحديدا الأغلبية. لدينا، ولكن مزبوط النشاط البيئي عندما نتحدث عن المرأة تاريخيا ونتحدث عن الطبيعة تاريخيا فتشاهدي أو ممكن تتحسي قدي الترابط الموجود ما بين المرأة والطبيعة، الطبيعة الولادة، الطبيعة العاطية للحياة، الواهبة لكثير من معاني العطاء، والخصوبة والمرأة التي أيضا ضمن أدوارها البيولوجية وضمن دورها في المجتمع تقريبا الأدوار متشابهة. كثيرا ما نشبه الطبيعة وما يحدث لها من عنف كما يحدث للمرأة من عنف، وكلاهما قد يقع ضمن بوتقة ليس الضعف بمعنى الضعف ولكن الرقة، ولكن نستطيع أن يعني ننتهك بعض حقوقها بشكل أو بآخر. فتشاهد العلاقة بين المرأة والبيئة، المرأة والطبيعة، علاقة ترابطية من هذا المبدأ أولا، والمبدأ الثاني هو مبدأ الاستفادة من الموارد بشكل عام. نلاحظ أن المرأة كما تفضلت في مقدمتك هي المسؤولة في المنزل عن الطاقة، عن المياه، عن التزويد، هي المسؤولة عن إدارة ملفات ملاصقة لموضوع البيئة. لذلك هذا ليس مستغربا أن نكون نحن من يلاحظ أن البيئة تحتاجنا بشكل أو بآخر، فيجب أن نتقدم خطوة في هذا المجال وفي هذا العمل. يعني هلا إذا بدي ألخص هيك بعض اللي ذكرتيه، هي علاقة من الممكن أن تكون معنوية اللي هي الشريك الصامت اللي بيحتاج إلى رعاية، وهذا شيء مشترك وهو شيء معنوي 100% إلى حد ما. هي بتعطينا وبنعطيها بنفس القرب القرب ما بين النساء والعمل. يعني حتى تاريخيا بنحكي عن يعني يمكن آلاف السنين عندما بدأ قضية استغلال الطبيعة والاستفادة منها كانت المرأة هي من تعمل أكثر في الأرض، هي من واليوم يعني زي اللبؤة والأسد، يعني نعم. تقدير مكان الأسد، وبالنهاية اللبؤة هي التي تتفاعل بشكل تتفاعل مباشر أكثر مع البيئة. جميل. نعم. يعني خلينا نحكي أنه تاريخيا كما ذكرتي هناك علاقة واضحة ما بين البيئة وحتى نظرة المرأة، كما هي نظرة الإنسان للمنزل منزله، فالمرأة هي أشمل أو قادرة يمكن على أنها تتعاطى بصورة أكثر تفاعلية مع البيئة. فبالتالي توعية كل ما يتعلق في البيئة، يجب أن يكون هناك توجه بشكل أساسي للمرأة برأيك، أم سيكون هناك مساواة إلى حد ما؟ نحن دائما نتحدث عن العدالة، نتحدث أن الفرص يجب أن تكون للجميع، إن كان في مجال المعرفة، في مجال بناء القدرات، في مجال التعامل، لأننا شركاء في هذا العالم، شركاء في هذا المنزل الكبير الذي يسمى الكرة الأرضية. لذلك نحن نتحدث دائما عن عدالة ومساواة من حيث المعرفة، من حيث القدرات، من حيث الوصول إلى الموارد. ولكن الميزان اليوم ليس ميزانا عادلا وليس ميزانا راجحا بشكل
الأساسي. التوازن الذي نبحث عنه برأيك؟ نوع التوازن الذي نبحث عنه هو في أول شيء صنع القرار الحقيقي في المجال البيئي. عندما ننظر بشكل عام ونحن في جمعية دبي للتنمية البيئية قمنا بدراسة السنة الماضية حول وضع المرأة في صنع القرار البيئي في الأردن، وكانت لدينا نتائج صادمة أن من يتولى صنع القرار حقيقة هم الرجال في المجال البيئي تحديدا. على مدار سنوات طويلة لم يتولى حقبة وزارة البيئة إلا امرأة واحدة مثلا. صحيح. ولأشهر معدودة. ماذا برأيك يعني؟ هل هي من ناحية يعني علمية مثلا؟ أحيانا دراسات البيئة تحتاج مثلا إلى التفاعل مع العالم، فكرة السفر، أحيانا المحيط والمجتمع. هنالك محددات ثقافية ومحددات اجتماعية لا نخفيها، ولكن أيضا هنالك محددات قد تكون أيضا عرفية ليست من ثقافتنا. يمكن ليس أقل أهمية يعني، برضو هذا لازم نأخذه بعين الاعتبار. أحيانا المرات في مجال المجالس البلدية على سبيل المثال في الدورة الماضية، لا نتحدث عندنا أعضاء جدد، ولكن في الدورة الماضية على سبيل المثال عندما نسأل النساء لماذا لا تذهبي للمشاركة في تقييم أثر بيئي لمشروع معين، تقول أنهم يقولون لنا في المجلس إنه مشوار وتعب عليك وخليك في اجتماعاتنا فقط المكتبية، هنالك صعوبات قد تواجهينها في الميدان، قد لا تكون تمتلك المعرفة الكافية. فكانت هنالك نتائج خرجت معنا من هذا البحث تتحدث لنا عن هذا، أن الحدود التي يرسمها لها الرجل تتحدد في إطار معين في داخل العمل إن كان البلدي أو في العمل يعني في عمل صنع القرار. يعني إنصاعت المرأة برأيك بشكل أو بآخر بالصورة النمطية التي وضعها صورة نمطية المجتمع وتقبل أحيانا على سبيل أنها تحاول المشاركة في أدوار أخرى أيضا رسموها لها على أنها هي الأدوار المناسبة لك، الأدوار المكتبية، الأدوار التي لا تحتاج إلى عمل ميداني شاق و. ولكن اليوم نشاهد مهندسات في الميدان في العمل المدني وفي المهندسة المعمارية مبدعات جدا ولديهم بصمة حقيقية، ولكن نتحدث اليوم عن مدى وجودهن في صنع القرار، أي في بعض المراكز التي نحتاج إلى أن تكون المرأة فيها. ولكن هلا بطبيعة الحال يعني الوصول إلى مرحلة من صنع القرار يجب أن يسبقها الكثير من التفاعل الميداني حتى يكون هذا القرار صائب وصحيح. فبالتالي هناك مشكلة في عملية التدرج. عملية التدرج والتفاعل مع البيئة المحيطة. ولكن إذا أخذنا مستوى آخر كمستوى مثلا المعرفة في الكوارث الطبيعية وتغير المناخ والتعاطي معها أو آليات التكيف، نحن نعرف أن الأردن يتأثر بشكل كبير في بعض المواسم بتغيرات المناخية العامة كالفيضانات التي تحدث أحيانا، الجفاف الذي يحدث أيضا وتبعاته. للأسف الشديد نحن لا نصل إلى النساء المحليات، لا نحدث عن قادة ولا موظفات، النساء ربات البيوت، النساء التي يتفاعلن مع المكون البيئي بشكل أو بآخر، لم نصل إلى دمجهن، تفاعلهن، لا نصل إلى بناء قدراتهن للتفاعل. نحن اليوم طب شو المشكلة هلا يعني أنت ناشطة، عفوا ما بدي أقاطعك ولكن أريد أن أستغل الوقت يعني حتى نعرف الكثير من التفاصيل. أنت ناشطة وتتفاعلي بشكل أو بآخر مع المجتمع المحيط، ما هي أكثر العوائق اللي أنت بتشاهديها أو بتلاحظيها؟ أهم العوائق أننا نرسم السياسات والخطط والبرامج الدامجة للمرأة بشكل شكلي، يعني مش السنة يعني. الماضية مثلا الأردن كان لديه خطط متعددة في مجال التغير المناخي، وصراحة الأردن تقدم خطوات جيدة في بناء الاستراتيجيات وبناء الخطط في هذا المجال، ولكن عندما تشاهدين كيف وضع النساء وكيف وضع الفئات المختلفة الاجتماعية تشاهدي أنه وضعها بشكل بروتوكولي أكثر وليس بشكل عملي مبني على خطط ومشاريع يمكن أن تصل إلى النساء. نحن مؤسسات المجتمع المدني نحاول أن نصل، نحاول أن نتفاعل، ولكن هاي المشكلة تحديدا يعني انتوا وضعتوا الاستراتيجيات واحنا بنعرف يعني انه الاردن رائد في مجال وضع الاستراتيجيات والدراسات، لكن موضوع التطبيق هو اللي بيكون فيه مشكلة التواصل وتوصيل المعلومة ومشكلة ترجمة هذه الاستراتيجيات الى خطط عملية ومشاريع تأتي على شكل متقاطعة مع بعض القطاعات، المياه، الزراعة، البيئة، الطاقة، كلها السياحة احيانا، كلها إطارات هي عبارة عن إطارات عملية يجب ترجمة ما يكتب في الاستراتيجيات على شكل خطط وبرامج. هذه الخطط
نتحدث عن احيانا فجوات تمويليه ومشاكل تمويليه، ولكن التمويل عندما ياتي عندما يكون هنالك حقيقه اعمال يمكن ان تنفذ على يعني أرض بشكل الواقع. او باخر انت تقولي انه لا يجب ان يكون هناك لجان مشتركه تتقاطع فيها الكثير من التخصصات والقطاعات واصحاب قرار 100% حتى تتنفذ هذه 100%. هذا ما نتحدث عنه دائما. الخلل في معالجه قضايا تغير المناخ في الاردن مرتبطه بالدرجه الاولى باليه التنسيق العام للعمل من اجل التغيرات المناخيه ومن اجل البيئه. للاسف الشديد ان كل يعمل بشكل قد يكون جيد ولكن لوحده، ولكن هذه التناغم، هذا العمل الذي يجب ان يكون بمستوى معين، ليس فقط من اجل المراه، هو من اجل المراه والشباب والطفل وذوي الاعاقه، جميع فئات المجتمع تتاثر حقيقه بالقضايا البيئيه. ولكن على المستوى الحقوقي على سبيل المثال نحن نلاحظ الصوت العالي في مجال الحقوق الاقتصاديه، العمال، البطالة، الفقر، نلاحظ كم هنالك صوت عالي في الناحية الاجتماعية، يعني ولكن الناحية البيئية هي التي تشاهد بعض الخلل أحيانا لأسباب الاهتمام، الأولويات، رسم، ولكن كل شيء يبدأ من وأيضاً البيئة. عدم وعي أحياناً من ترابط كل هذه الأمور صحيح. ببعضها صحيح. هذا موضوع فيه تفاصيل كثيرة جداً. نعم. لكن من الجميل أنه يعني نلقي الضوء على هذه العلاقة. شكراً لك يا هلا مراد. شكراً جزيلاً كل هذه لكم. المعلومات النشطة البيئية. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح. شكراً جزيلاً. من جهة أخرى استثمر حسين العواملي الأزمة في جائحة كورونا وحولها إلى فرصة لتشغيل الأيدي العاملة والتي فقدت عملها، وذلك من خلال تشغيلها لإعادة تحويل مخلفات المصانع الحديدية إلى قطع أثاث، فأصبحت البراميل مغاسل ومقاعد. لنتعرف على مشروع حسين بهذا التقرير. أنا حسن العواملة، صاحب مشغل صناعة الأثاث الخارجي من مخلفات مصانع والشركات الأردنية. المخلفات هي عبارة عن البراميل اللي بكون فيها زيوت وبكون فيها مواد يحفظ فيها، هاي لا يتم الاستفادة منها، وبتنتقل هذه البراميل، بتروح هاي البراميل للإتلاف. يتم إنتاج الأثاث الخارجي للحدائق، الزرب، المناقل، الشوايات، المغاسل كمان. في أفكار كثيرة، كل يوم بيجينا أفكار وبنطبقها. إجت الفكرة خلال جائحة كورونا. أنا بطبيعة عملي بشتغل مستشار مالي لعدة شركات، فشفت الأيادي العاملة ذات كفاءة عالية، الشركات مش قادرة تعطيها رواتب وروحوهم، فهذولا استثمار عندهم عقول وعندهم أيادي، إيد بيطلع منها شغلات جميلة، فإحنا استثمرنا هاي الشغلة وجبناهم من مشروع بسيط، وتعاوننا إحنا كشباب واشتغلنا على هذا المشروع. بالبداية كنا نشتغله بالمنازل بالبيوت، بعدين طور الموضوع معانا، أخذنا محل وبلشنا نشتغل تقريباً من 6 أشهر. بس الإقبال بالنسبة للمنتج مقارنة يعني بنفس المنتج لكن مش إنتاج الأردن هنا، الإقبال عالي. ليش؟ لأنه دخل فيه فكرة إعادة التدوير. والدرجة الثانية اللي هو السعر ومنافسة السعر. منافسة السعر، المنتج المستورد بيكون كلفته أعلى من المنتج اللي إحنا قاعدين ننتجه. إحنا في عندنا منافسة في السعر، ففي فرق في السعر بين منتجنا والمنتج المستورد. منتجنا طبعا سعره أقل وذو جودة عالية.